صباحكم الخير. يوم سبت 3 آذار مارس، اليوم القمر موجود صار ببرج الميزان، الشمس بهالفترة من السنة موجودة ببرج الحوت، الأجواء صارت يمكن شوي ألطف للأبراج الهوائية وبالطليعة مواليد برج الميزان. كيف رح بيكون هالنهار؟ بنبلش مع برج الحمل. بالنسبة لك اليوم مولود برج الحمل، يمكن هيدا نهار ما بيناسبك إنه أنت تاخد على عاتقك مواجهة أشخاص، لأنه اليوم في احتمال إنه مش انه تتأزم الامور، لكن حتى شو ما كان احتمال انه انت ما تطلع فيها ربحان مثل ما لازم، فبعد عن المنافسات وبعد عن المشاكل سفر سنه، فانتبه اليوم نهار مش لصالحك. بتبقى المواليد يلي لازم تنتبه من المعاكسات بشكل خاص هي مواليد شهر اذار مارس. بنتقل لبرج الثور. بالنسبه لك مولود برج الثور، نهار يشجع على العمل، على الشغل، على الدرس، على الكتيبة. نهار هو معمول للشغل، نوعية الوقت هي للعمل، يمكن حتى لتحمل مسؤوليات جديدة. أصلا منه لحاله هيدا نهار رح بيشغلك من دون ما أنت تدور على الشغل، منه لحاله رح بيوصل قدامك على الطاولة، على البيت، بالبيت، على المدرسة. فاليوم نهار طويل بانتظارك، لكن بتضل الحظوظ من نصيبك، لسيما إذا كنت من مواليد 14 و15 أيار مايو. كمل مع برج الجوزاء. بالنسبة لبرج الجوزاء، هيدا نهار بعتبره نهار بصراحة نهار حلو، ومن أول الشهر لهلأ بعتبره نهار مناسب لإلك، بزقف لك، بيقول لك كون جريء، نهار بيساعدك وبيخليك توصل إلى نتيجة باهرة. من الأيام يلي ما لازم تتركها تمرق مرور الكرام، مش بس اليوم بكرة أيضا، يبدو وكأنه في احتفال، في خبر صار بانتظارك، لكن ما تتسرع، ما تستعجل، ما تنزع إذا كنت من مواليد 13 و14 حزيران يونيو. كمل مع برج السرطان. بالنسبة لبرج السرطان، اليوم هو عودة للبيت، عودة للجذور، عودة للأصول، عودة للماضي، أو عودة لذاتك، وكأنه أنت حابب تتصالح مع ذاتك، حابب أنك تناقش بعض الأمور العائلية والشخصية، لأنه أنت هلأ بمحور أو نوعية الوقت هي لحتى تشوف شو عم بيصير وتزبطه، مش تقعد تتفرج عليه وتأزمه. إذا في مسائل عائلية شخصية مطروحة بحاجة إلى تسوية. بتضل المواليد الأكثر حظا 15 16 17 تموز يوليو، بينما الأكثر اليوم انفعالا أو يمكن انفعالا هي مواليد شهر حزيران يونيو. بنتقل لبرج الأسد. مولود برج الأسد بعتبر هيدا نهار سريع جدا، وتيرته سريعة، ما بتلحق. إذا أنت ما كنت جاهز بتحس إنه في أشياء ما لحقت تقوم فيها، لأنه نهار ديناميكي، لأنه نهار سريع الوتيرة، يتم ميزته إنه البيت فيه سريع. فبدك تكون جاهز، بدك تكون مصحصح، بدك تكون فعلا متأهب للعمل، للشغل. دروب كويز بيوصل لك، قدم الورقة كنت نسيها امبارح بدك تشتغل عليها اليوم، لكن ما في لزوم تعتل هم، لأنه اليوم قادر تشتغل على كتير اشياء. سرعة الخاطر اللي عندك اياها فعلا بتساعدك، وبعدها الأكثر حظا 19-20 آب أغسطس. كمل مع برج العذراء. حاول مولود برج العذراء تتفاهم مع الناس لما بتكون عم بتساوم، حاول تتفاهم معهم بطريقة كتير سهلة وجيدة ولطيفة. في مفاوضات، في امتحانات بدك تروح عليها، وكمان يمكن مولود برج العذراء من الطلاب ومن الأشخاص اللي معقولة يعيشوا لحظة امتحان مفاجئة، فكونوا حاضرين. يمكن تفاوضوا وتساوموا مسألة مهنية مالية، فكونوا منتبهين. والأكثر حظا 16-18 أيلول/سبتمبر. كمل مع برج الميزان. بالنسبة لبرج الميزان، واضح مع القمر ببرجك والشمس ببرج الحوت، واضح انه مولود برج الميزان بين اليوم وبكرة في عنده خط جديد، خطوة كبيرة بده ياخدها لحتى يمشي بشي مختلف تماما. طالع على باله مولود برج الميزان انه يدخل لحياته شي جديد، لانه ضجر، لانه زهق، في روتين معين حابب انه يغيره، وبعتقد هذا الوقت الانسب لذلك. هنالك نظره مختلفه للوضع الصحي، لتظبيط الامور، وايضا للوضع المهني. الانشطه اللي ما بيهدى اليوم هو مولود سبتمبر. كمل مع برج العقرب.
مولود برج العقرب اليوم نوعية الوقت بتقول لك أوكي صار وقت ترتاح، اشتغلت كتير، ركضت كتير، تعبت كتير بشهر شباط الماضي، حان الوقت لحتى ترتاح شوي لحتى تستجمع قوتك. هلأ بدك ترتاح، تاخد كرسي وتقعد لبينما تقوى نتفي يومين وبترجع بتقلع بقوة هائلة. إذا اليوم معلش كل الناس عم تركض، اقعد اتفرج عليها، مش وقتك. إذا عندك أشغال مهمة حاول تأجلها إذا أمكن لنهار التنين أو الثلاثة. اليوم نهار ما رح يعطيك حقك، وهيدا نهار معقول يأخرك. بتضل الأكثر حظا نسبيا هي مواليد 15 ل 18 نوفمبر. كمل مع برج القوس. نهار بيسلي عند مولود برج القوس، في انترتينمنت، بتتسلى. هلا ما معي تتسلى قاعدين عم نرقص، لا، بتتسلى حتى انت بالشغل، الجو عندك حلو، اكتيف، نشيط بطريقه حلوه، بتتسلى مع زملاء، في جو مفرح، في جو بوزيتيف عم بيمشي، حتى اولادكم انتم بالبيت وين ما كنتوا، اليوم نهار بعتبره جيد ومنعش لمواليد برج القوس، وقادرين اليوم تعملوا الفرق وتعوضوا عن يومين مرقوا عليكم، لكن ضلكم حذرين مواليد 13 ل 15 ديسمبر، كوكب المريخ يجذب المشاكل، المتاعب، فكونوا منتبهين. بنتقل لبرج الجدي. مولود برج الجدي وصلت اليوم الى القمه. انت طالع طالع طالع، وصلت للقمه، وصلت للقمه مش لحتى تنبطح، وصلت للقمه لحتى تبين، لاثبات وجود، لاثبات حضور. لكن ما بنجي ايد من قدام ايد من ورا، بدنا نكون محضرين حالنا. لذلك انت وصلت الى مرحله كثير مهمه فيك تبين فيها وتطل على المجتمع او على حالك. الطل بيطلة رائعة ومهمة جدا، أنت نجم اليوم، نجمك اليوم كتير قوي، فمن المستحسن أنك تكون جاهز. تبقى الأوفر حظا 13-14 كانون 2 يناير. بنتقل لبرج الدلو. مولود برج الدلو نهار مربح، في مكاسب، في ربح، في أخبار حلوة، كل شيء بتعمله بتحسه أنه يلا زبط، يلا زبط، هيدي زبطت، ماشي الحال، الأسئلة هيني تساهلوا معك، مطلع منك دارس، مطلعت على تسمع مثلا، كل الأمور بتزبط. هيدا نهار مهم جدا لتشتغلوا فيه على أمور صعبة معقدة بحاجة لحظ موجود اليوم، وأيضا رح بيكون موجود بكرة. 12-13 شباط فبراير بالإضافة لمواليد كانون 2 يناير هي الأكثر حظا. وصلنا لبرج الحوت. بالنسبة لمولود برج الحوت، من بعد اللي صار معك في اليومين السابقين وتحت تأثير هالفول مون، اليوم مولود برج الحوت بحس حاله أنه أوكي، في بعض الأمور يلي معهم حق فيها، اليوم تدارك أو توعى لهالنقطة، تعترف فيها، تعترف بوجود جهة أخرى. اليوم نهار يمكن يطلب منك أنك تلفن لفلان، اللي بيعرف فلان، اللي بيعرف فلان الفلان، لحتى تمشي أمورك. اليوم في معاملات تبعها أنت شخصيا، وحاول أنك تكون ماشي على الأصول وما تخالف أي قانون، لأنه هيدا نهار متعب شوي. الأكثر حظا هي مواليد 15-17 أدار مارس. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم بعتبرها سنة مهمة، لأنه هيدي السنة رح تقرب لك أو توصل لك نوع من تسوية، مصالحة، أو نوع من نظرة مختلفة لأمور أنت كنت ماشي فيها إداريا أو حتى مصرفيا. هيدي سنة كتير مهمة بتشتغل فيها على تحسين وضعك الصحي أيضا أو الاستشفائي. أدار مارس، تموز، يوليو، نوفمبر هني أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة، أبراج جديدة، باي باي.